الكفاءات أنهم يكون إسقاط لأن هذا الرجل وبحول الله سيكون رئيس الجمهورية القادم، لأنه الاستقرار لعيش الوطن ولا الحتمية ولا خيار استراتيجي أن نختار سعد بن جتبون، موس مزاجي بل حتمية استراتيجية للوطن بغض النظر عن التحديات لعيشها الوطن من نزاعات ما يدور في حدودنا، ولكن عارفين بلي هذا الشعب يدير بال، عارفين بلي هذا الشعب سلالة الأحرار، دونك ما تخلوش النقة هذه باش تفرق من الشعب الجزائري، فثباتنا خلوا الرجل باهي الاستكمال لبناء جزائر حرة كما ناضوا في المظاهرات ثوار.